السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الريفت اركتكشر بنحط الماتيريال لكل عنصر من العناصر. فأنا بلاقي عندي في الأنوتير ماتيريال تاج، بيقول أنا مش لاقي التاج بتاعت الفاميلي، نو ماتيريال تاج. طيب أقول له يس، وأخش في الأنوتيشن وأدور على ماتيريال تاج. ممكن يكون حتى في الاركتكشر أي ماتيريال تاج. أوكي، وهبدأ أحط الماتيريال تاج يعني عنصر هوت. كده تحط العناصر اللي عندك في المشروع التاج بتاع الماتيريال اللي فيه. طيب في حاجة تانية، ألا وهي الكينوت ماتيريال كينوت. تمام، هنا مش بيحط بقى ديت، لا هو بيحط الرمز، يعني بيبدأ هنا اهو، وانت بترجع بقى للكود هتعرف ان الرمز ده معناه ايه، او بالمرسل تبقى انت عارف. بس لازم تبعت اللي هيستلم منك، سواء المقاول سواء المالك، الرموز دي. فدي دي اسهل ان انت تعمل الماتيريال تاج، بس هي واخده جزء كبير من اللوحه، ودي يعني بتحتاج منك خطوه اضافيه بس بتوفر. تمام، انا شخصيا بفضل ان انا استخدم الماتيريال تيب، بس حسب المشروع بتاعي.